يعني مصر بعد ما جهزت كل ده هل ده هيتأجل؟ لسه كلام أكيد مع الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، وأكيد لازم ناخد الكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد. مساء الخير يا كابتن هشام. نور كابتن خالد، وحشتنا. أنت اللي وحشنا جدا جدا، مفيش رياضة تليفونات بس. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. الأسرة كويسة؟ كله تمام بخير الحمد لله. يا رب ربنا يكرمنا. طلع في تصريح لحضرتك بتقول إن استضافة بطولة العالم جاهزين ليها، وكمان الأعمال بتسير بشكل منتظم جدا داخل الاستادات المغطاة. طمنا يا كابتن هشام على كأس العالم 2021. هو في تصريح بعد التصريح ده مع كابتن شوبير من يومين بالظبط. طبعا احنا جزء من العالم ككل. أكيد. فالأحداث المتسارعة جدا في العالم كله، والقرارات بتتغير يوم بعد يوم نتيجة للأحداث اللي حاصلة، وكلنا طبعا العالم كله واقع في الأحداث دي. طبعا نتيجة الحظر الإجوال اللي حاصل الفترة ديت، انت عارف ان احنا في الصالات كلها كنا بنشتغل تقريبا شيفتين، شيفت الصبح وشيفت الليل اكتر كمان عشان نخلص في الميعاد المطلوب. مظبوط. فانت كده يبقى تقريبا في الصالات اللي هي كان لسه قدامها شويه، زي صاله 6 اكتوبر وصاله برج العرب. لكن العاصمه الاداريه تقريبا خلاص خلصت تماما. الاستاد فيه شويه اصلاحات ويكون جاهز. ال 6 اكتوبر وبرج العرب هم اللي لسه شويه تقريبا النسبه فيهم حوالي 65% مثلا خلصان. لكن تاثير الشفت ده اكيد هيرحلنا شويه. لكن انا دايما بقول احنا مش فاقدين الامل، ما زال لحد هذه اللحظه بطوله كاس العالم في ميعادها اذا لم يجد جديد، بمعنى ان احنا بنتابع التطورات اللي حاصله حتى نتيجه تاخير شويه في الاعمال. ما زلنا ما دخلناش في الخط الاحمر بتاع التاخير التنفيذ. عندنا فتره نقدر نرحل فيها بعد التسليم لو لم يطول اللي احنا فيه، الوضع اللي احنا فيه. لو طال كل حدث حديث بقى ان شاء الله ربنا يسهل. كل احنا ما زلنا متمسكين ان احنا عايزين نقيم البطوله في ميعادها ان شاء الله. كابتن هشام بصراحه شديده، حضرتك برضو ذكرت ان انت ما فيش نيه لالغاء الموسم ولسه الموسم مكمل. اتحاد اليد او الاتحادات بصفه عامه ما خدتش قرار لسه بالغاء الموسم. امتى اتحاد اليد ممكن ياخد هذا القرار؟ برضه ده طبقا للاحداث، انت عارف ممنوع اي الاتصال او اي التحامات ولعبه كره اليد. طبعا احتكاك واتصال طبعا يعني. طبعا. حتى كل اللعيبه من نفسها، احنا حتى تدريبات المنتخبات كلها وقفت بتاعت الاعداد لطوكيو عشان موضوع الاحتكاك ده. لكن انا عايز ادي لكل واحد حقه. في بعض البطولات في الناشئين وفي الصغار اقدر الغيها لو الموضوع طول. احنا لسه لغايه دلوقتي برضو ما زلنا في الرينج المسموح بيه، لكن لو حصل اي تاخير انا من انصار ان لازم البطولات اللي فيها صعود وهبوط لازم تنتهي عشان الناس اللي بذلت مجهود طول الموسم تاخد حقها مظبوط، وكل واحد ياخد حقه. فاحنا دلوقتي على تواصل مستمر على طول مع مجلس الاداره واللجنه الفنيه عشان نشوف مخرج للموضوع ده، لكن مش هناخد القرار دلوقتي الا لما نشوف الاحداث هتودينا لكده ان شاء الله. اسالك سؤال بصراحه شديده، دوري المحترفين فيه صعود وهبوط وهي دي الفرق، هل ممكن الدوري السنه الجايه دي الفرق اللي صاعده من تحت توصل لفوق ونكمل الدوري مثلا نوصل ل 20 فرقه، ولا لازم هتقولها مخرج صعود وهبوط حسب لوائح اتحاد اليد؟ لا ان شاء الله ان شاء الله هنعمل الصعود والهبوط حسب اللوائح واللي محطوطه، لان انا مش حل ابدا ان انا ازود العدد وخلاص. انا عارف ان ال 18 كان في شويه اعتراض على العدد اصلا، لكن احنا لينا هدف تاني من ناحيه نشر اللعبه في الصعيد وفي الاقاليم، وينضم لينا فرق عشان الناس تشوف فرق الاهلي والزمالك بتلعب في الاقاليم وكده، يبقى كره اليد ليها انتشار واسع. لكن مش حل ابدا ان انا اقعد ازود في اعداد الفرق، هياثر على المستوى الفني. فان شاء الله هنوجد حل لموضوع الصعود والهبوط ده ان شاء الله.
اكيد لازم نسالك على منتخب مصر، اكيد كلهم قاعدين في البيوت، لكن هل في تدريبات معينه للاعبين بتدوها لها داخل البيوت، ولا الموضوع واقف تماما لكل اللاعبين؟ احنا انت قلت اسمه دوري محترفين، يعني اللعيبه ديت بقى مصدر كبير جدا من دخلهم ورزقهم هو الرياضه. كويس. فاعتقد من النابع النفسي احنا طبعا منبهين عليهم وعاملين معاهم بعض البرامج للتدريبات داخل البيت، وإذا ما كانش الموضوع ده نابع من اللعيب نفسه للحفاظ على المستوى بتاعه، هو ما فيش شك ان كله هيتأثر، لان اصلا الجري قليل، الاحتكاك قليل، فما يفقدش كل مستواه بنسبة 100%. لو حافظ في بيته على بعض التدريبات والاحمال اللي يقدر يعملها في البيت، اكيد لما يرجع هيقدر يعوض نسبة قليلة مش نسبة كبيرة ان شاء الله بإذن الله. باشمهندس، اخر سؤال لحضرتك. الأزمة دي شفنا حاجات كتيرة بدون خوض في تفاصيل، في المدربين، أزمة في المدربين، تقليل رواتب، ما حاولتوش في اتحاد اليد تعملوا حاجة تكافلية للمستقبل اللي جاي في أي مشكلة تحصل بعد كده، ولا ده مش تفكير في اتحاد اليد بصراحة شديدة؟ والله دي فكرة طرحت فعلا في بعض المناطق، كمناطق زي الاسكندرية والقاهرة، فكرة مطروحة، لكن ما زالت على نطاق ضيق، لأن حضرتك علشان تعمل الموضوع التكافلي ده إجراءاته الورقية والرسمية صعبة جدا. صعبة. لازم تعمل صندوق ويعتمد من وزارة الشؤون الاجتماعية، ليها إجراءات وكيفية الصرف وكيفية التحصيل ومين مراقب حسابات، موضوع كبير جدا عشان تنشئ حاجه زي ديت. لكن على نطاق تبرعي وتطوعي في المناطق، اعتقد اسكندريه ومنطقه الجيزه ابتدوا يعملوا كده علشان الناس اللي تضررت. انا بنادي اغلبيه الانديه، وكان حصل بعض التواصل مع بعض الانديه في موضوع المرتبات بتاعت المدربين، لان سمعت كده ان في انديه عايزه تخفض المرتبات وتلغيها خالص. لا، الموضوع مش كده، الناس دي شغلها واكل عيشها من التدريب، يبقى ازاي انا الغي له مرتبه خالص؟ مظبوط. حتى في اوروبا حصل كده تخفيضات، لكن دول ناس محترفين عشان ما جالهمش دخل من المشاهدات وكده. لكن في مصر الموضوع مش مطابق لبره. فانا بناشد كل الانديه انها تحافظ، انها تصرف مرتبات المدربين في مواعيدها، لان هم معتمدين على الدخل ده في مصاريف حياتهم. باشمهندس عبد الشكور، شكرا جزيلا، لكن دائما وابدا اتحاد اليد سباق في كل شيء. نتمنى ان تاخدوا التجربه، وتاخدوا التجربه، انا عارف تجربه صعبه جدا، لكن نتمنى من اتحاد اليد